يا أخي عندي سؤال محيرني وأسمع دائم من أخوياك، وحرصت أنك تكون ضيف اليوم عشان أنك تجاوبني على هالسؤال. سم. يعني كثير من الشباب خصوصا صديقي المقرب عبد العزيز الأسلمي. نعم. يقول حاتم الحربي عنده ظروف خاصة، حاتم الحربي عنده ظروف خاصة، حاتم وش الظروف هذه الخاصة اللي ظروف عند أي شخص، أي شخص بحياة عنده ظروف الدنيا، ما في شخص خالي من الظروف. يعرف الظروف هذه غير عبد العزيز الأسلمي أحد؟ عبد العزيز ما يعرفها كلها. حتى عبد العزيز ما يعرفها؟ لا. طيب ليش جالس يعني يروجها ويحاول إنه يستغل فيها الناس؟ والله معلم لو تسأله هو يمكن يجاوب. يعني كم مرة قالوا ليش طلعت على مع حاتم في البرايم؟ قال عشان عنده ظروف خاصة. سألته هنا قال عنده ظروف خاصة ما يعلم فيها إلا أنا. هو في ظروف يعرفها عبد العزيز لكن ما يعرفها كلها. ممكن على حسب الظروف هذيك يقول حاتم عنده ظروف قوية. تشوف إن من حقه إنه يجلس ياخذ هذه القضية كل ما حد يسأله يتصدر المشهد يقول أنا عشان حاتم عنده ظروف سويت الحركة هذه؟ تشوف من حقه ولا لا؟ لا. كلمته؟ لا والله، لكن إنسان عقله براسه ويعرف شو يسوي. تشوف إنه أخذ أسرار حاتم الحربي وبدأ يتاجر بها عبد العزيز الأسلمي إلين كسب؟ ما أخذ أسرار. ما أعطيت هي؟ لا. يعني ليش جالس طيب يقول ظروف خاصة ظروف خاصة؟ زي ما قلت لك أول شيء راح أسأل. لا تسأل يا أخي. والله العظيم إني مستغل بحياته. وش بيكسب؟ وكسب هو من يعني؟ ما ظنيت يا عبد العزيز يفكر بالتفكير هذا. طيب ليش سوى الحركة هذه؟ فسرها لي. والله ما أدري. إنسان عنده مخ يفكر ويعرف شو يسوي. يعني فأسأله هو لا تسأل. يعني تخيل أنا صديقك وكل ما سويت شيء قلت والله عشان حاتم عنده، عشان حاتم مسكين يا حرام. لا لا ماني مسكين. كل ما سويت شيء قلت والله عشان أصير أنا دور البطل، وكل ما صار شيء قلت والله حاتم مسكين حرام أنا حبيته وقت ما. لا ما يقول. شوف إنها حلوة. لا ما بحلو. لا بحق ولا بحق. يعني بالمختصر سد حاتم الحربي منيع ما حد يعرفه. صح. والكلام اللي قاعد يقوله عبد العزيز الأسلمي غير صحيح. هو ما يعرف كل شيء. يعرف هذا أسرار لكن ما يعرفها كلها. وتشوف يا حاتم إن مو من حق أي أحد في الدنيا إنه يتاجر بظروف حاتم لي يعني أغراض أخرى. صحيح. طيب يعني إحنا وياك اتفقنا على النقطة هذه من البداية. نعم. طيب خلونا نتعرف على حاتم من خلال هذا.